بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور خلف حسين قرقري، أستاذ مساعد في طب الأطفال في جامعة دهوك، واستشاري في طب الأطفال في مستشفى هيفي التعليمي في دهوك، مدينة دهوك اللي هي في شمال العراق. أنا ممثل العلاقات الخارجية في الجمعية العراقية لطب الأطفال، وكذلك ممثل العلاقات الخارجية في الجمعية الكردستانية لطب الأطفال، ورئيس المؤتمر الأقليمي لطب الأطفال، وعضو في اللجان العلمية، ومتحدث في أكثر من 10 مؤتمرات طب أطفال في العالم. سعيد جدا بوجودي هنا في بلدي الثاني في مصر، في أرض الكنانة في مصر، في أم الدنيا. بصراحة الكلمات تعجز عن التعبير عما لقيناه من الترحيب والضيافة الكريمة، والتي هي ليست بغريبة على أهل مصر وأخوتنا هنا. المؤتمر أكثر من رائع، التنظيم رائع جدا، الأساتذة دكتور وائل بحبح والأستاذ الدكتور محمد زنون عملوا بجد لإخراج المؤتمر بهذا الشكل البهيج. أنا أقول عن هذا المؤتمر إنه مؤتمر من الدرجة الأولى، يعني 5-star conference. أنا حضرت مؤتمرات كثيرة بصراحة، أعتبر البيديا إيجيبت من أكبر المؤتمرات اللي حضرتها، الحضور كثير جدا، الأساتذة المشاركين في المحاضرات من كل بلدان العالم، من كبار الأساتذة والمعروفين في طب الأطفال، رؤساء الجمعيات العالمية الكبرى متواجدون في هذا المؤتمر. التنظيم رائع جدا، الشركة المنظمة رائعة جدا، وتنظيم الإكسبيشن وتنظيم وقت المحاضرات والمادة العلمية المطروحة، والتي هي سبب في تقدم طب الأطفال، أكثر من رائعة بصراحة.